تعالى وبركاته اخوتي خواتاتي. درت هذا الفيديو ردا على واحد الحوتة اللي دار واحد التصريح في علاش تي في، وعلاش اخويا فيك هذا الحقد وهذا الغل، يعني كله من ناحيه الاخوان المهاجرين في اوروبا واللي منهم انا واحد. شوفوا هذا المعتوه شنو قال. الناس ديال المطار ما دايرينش خدمتهم، ما عرفتش كيدوروا معاهم ولا ما عرفتش شنو باش كيخليهم يمشيو ولا ما عرفت، ولا اللي شرفوا كبر تما ما بقى فيه ما يدار يجي يقتلنا حنا هنا. صافي هادشي اللي بان لي اختي. صافي اللي كبر اللي تقادر الاجال عرفت غيموت في اوروبا، راه نجي للمغرب ندي معايا واحد 10 ولا 30 روح ندي معايا. هادشي اللي كاين تبرع. هاي 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 في المطار تيدوروا معاهم وتيدخلوا. اش هاد الخزعبلات يا اخي؟ اللي كبر وتقاد عليه الاجال تيمشي للمغرب يموت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زيد اخويا تبرعوا حياتهم وعاشوا كيبغاو حياتهم كاملة في اوروبا، تقربوا يموتوا شدوا هاد المرض عاد يجوا عندنا هنا. ما عرفت اخويا تسلطوا علينا، ما عرفنا منين تسلطوا علينا اخويا. اسمحوا لي والله يرحم الوالدين. بس 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 هاد خينا جبل الله كنعرفو شكون هو. اسمحوا لي والله يرحم الوالدين. هو العصير ديال الحامي. هادشي اللي كاين. وبالنسبه لهو دوك كلاب الشريط شربوا العصير مع عند حميد، غادي نشربوا القهوه ان شاء الله في جنازتكم، وقهوه كحله بلا سكر. ماشي مشكل. حنا اختي كنطالبوا بالدوله وكنطالبوا الحكومه وكنطالبوا بسيدنا الله ينصرو ويتدخل في هذه القضيه هذه، ويحبس لنا الناس ديال برا، الناس ديال اوروبا كاملين دابا شادوا من المرض. يلا بان لهم المغرب تشدوا من المرض، عارفش بان لهم حنا، عارفش بان لهم المغرب زوين. يبقاو تم صافي، هما تخلاو على المغرب ومشاو لاوروبا، بغاو يعيشوا اوروبا وبغاو يعيشوا الرفاهيه، وملي شدوا من المرض عارفش بان لهم المغرب، ما كاينش المغرب، كلشي بقى تم، لا في اوروبا ولا في اي دوله بقى تم. الناس اوروبا كلهم شادهم المرض، واللي جاتو الموت تيمشي للمغرب يموت. السيده هذه ملي هبطت المطار ما كونترولها، ما كونترول لا كونترول لا والو في المطار، جاتني شان عندنا هنا ضربت 3 ايام في العزو عدد الناس، شاء الله قدر انها ماتت، ولكن راه الناس الاخرى راه كاينين الناس غتموت. راه 3 ايام دوزت معنا، راه ماشي ساهله 3 ايام، باش واحد فيه المرض يبقى معاك 3 ايام راه ما ساهلاش. راه خاص الدوله تجي وتكونترولي هاد الناس ديال الموبل ديالهم ديال العماره ديالهم وتقلبهم وتشوفهم، راه نقدروا حنا غنتأدوا مع هاد الناس هذا. واش دابا انت عندك العقل ولا ما عندكش يا اخي؟ واش غير اللي وفاتوا المنيه في شي بلاصه وبالخصوص هاد الوقت راه فيه المرض؟ كيف كتشوفوا اخوتي؟ يعني دايره بالباله في العالم على هذا المرض، يعني اي واحد ولو جا غير رواح تيمشي تخمينو كيمشي تخمامو الكورونا. مالنا اخويا على هذا الشيء؟ وما يصيبنا الا ما كتب الله لنا، سالينا شي حاجه اخرى راه ما كايناش. ما تنساش يا المعتوه راه تقريبا اي عائله مغربيه راه عندها شي شخص في اوروبا الا القليل، واللي ولا اللي ما لحقش كي قالوا بحالك يا اخي. اش هاد الخزعبلات يا اخي؟ واش هاد سير تشرشر وتخرخر يا خيي في مرقة؟ مالك يا حنيني؟ ها اديش غادي نقول لك يا شعب المرقة في الخبز، هذا هو حالكم. شوف الكاسكيت اللي داير منين، شوف الجاكيطه اللي لابس منين، على حسابك صنع محلي. شنو صاوبوا حنايا؟ صاوبوا الارتيزانة عايش بالطواويد النحاس و الطباصل ديال القبص مصبوغين. وباش نزيد لك يا المعتوه، حنا هنا الا مرضنا كاينه عنايه، كاينه مراقبه، كاين اش غادي نقول لك اكثر من العنايه، تعدات العنايه له. هم همك انت الا مرضتي تما كاينه، ها غتدخل مريض غتخرج ميت، حسبي الله ونعم الوكيل.